النساء المهملات كان واحد الصندوق ديال المطلقات فيه شي موارد، هناك يعني توجيهات ملكيه ساميه باش يتوسع هذا الصندوق باش يشمل المراه. وسمحوا لي هذه الكلمه المهمله ما كتعجبنيش، يعني ما ربما تكون المراه التي تكون حاضنه لاطفال وتكون اما في يعني داك لا بروسيدور ديال الطلاق في المستار ديال الطلاق اللي ما عندهاش دخل، شنو نسميوها؟ هذه ما يبقاش عرضه للشارع. هذا الصندوق غيتكلف ايضا بهم باش يكون عندهم واحد الدخل واحد الدعم في وضعيه صعبه وفي وضعيه هشاشه، وغادي يكون الدعم حتى في اذا كانت هذه المراه التي هجرها زوجها. في الحقيقه دابا اليوم راه العكس، الزوجات يهجرن ازواجهم التي يهجرها زوجها باش يكون عندها دخل، ويكونوا الاطفال ديالها في حاله الوفاه يكون فيها. اعتقد ان هذا واجب يعني ديال بلادنا الا بقينا نحافظ ايضا نحافظ. لان شوف راه يجب ان ننتبه في فئاتنا الى الضعيف منا، وهناك تفكير عميق من اجل اعاده النظر في مسلسل الدعم. دابا انا نقول لكم راه كاين عندنا حوالي 30 برنامج ديال الدعم، ماشي الدعم، 30 برنامج اجتماعي. قبل هضرت لكم هاتي سير هالمنحه هذه هذه هذه. هناك عمل في وزاره الداخليه دراسه من اجل خلق واحد ليدونتيفيون سوسيال باش نعرفوا داخل كل اسره شنو هي الحاجيات ديالها ديال المواكبه والمساعده، ومما تستفيد باش يكون استهداف اكثر واقعيه واكثر نجاعه وفعاليه في اطار هذه الدعم.